اولا السلام عليكم، شكرا الاخوان الصحفيين كامل على المواكبه ديال هذا المشكل اللي وقع. راه الناس خوتو كيوقعوا لهم المشاكل، ماشي غير ليكولوج ولا شي حاجه. المهم كيف ما شافوا الاخوان ان وقع واحد المشكل بينه وبين عبد الفتاح جوادي، وخرجوا بتصاريح عزيزة او تيباي، وداك الشيء قالك حمزه بانه شهد شهادة الزور، ماشي شهادة الزور فقط، انا غير عشان نسحبش من عندهم، غير ما بقيتش باغي نبقى مطول في القضيه. صافي هو غيمشي للحبس، شنو غنستافدوا حنا؟ الا مشى للحبس راه ما غنستافدوا حتى شي حاجه، ويلاه بادي في الحياه وباغي تخدم وغادي تبقى تابع المحكمه وتابع هذه. صافي ان الله غفور رحيم، ام ديالو مريضه، عطاني المستحقات ديالي كامله، تنازلت ليه. حتى اليوم راه جاو تيباري وعزت، انا جيت موقف معاهم كاملين، واقف مع فتاح، واقف مع تيباري، واقف مع عزيزه، واقف مع يوسف، واقف مع اميمه، واقفين حنا بعضياتنا كاملين باش يعطاهم المستحقات ديالهم. دابا راه غادي تنازلوا لهم ان شاء الله، اليوم يخرجوا يكونوا في دارهم. لحقاش خرج مسكين في واحد الحاله، راه الله يحفظ، راه الحبس راه ما تبغيش العدو، الحبس راه واخا يكون العدو ديالك ما عرفتش شنو دار فيك، راه ما غاتبغيش ليه الحبس. داكشي علاش انا تنازلت، هذوك الناس ماشي تخليت عليهم ولا تقلبت عليهم ولا شهدت ضدهم، لا، هذوك الناس فقط غير السيد عطاني المستحقات ديالي وعيطت لهم هما باش ياخذوا المستحقات ديالهم، ما بغاوش، قالوا لي حنا غناخذوا المستحقات عن طريق المحامي عن طريق المحكمه. انا قلت لهم انا صافي ما بقيتش باغي نبقى، راه بنادم بغى يخصو يخدم يقلب على خدامي ولا يقلب على، يبقى غادي جاي للمحكمه. السيد عطاني المستحقات ديالي كاملين، تنازلت ما بقيت نتابعوا حتى شي حاجه، انا مسامحو دنيا واخره، والله سبحانه وتعالى اللي خلقنا كيسامح، بقى غير حنا بعدا ما غنسامحوش. بالنسبه للام ديالو اللي مريضه بالقلبيه، ام ديالو عندها عمليه خاصها تدخل ولا البارح دير العمليه، والله الا نكت مع هذوك الناس، حتى انا اللي تدخلت باش نكون نقول واحد الكلمه، انا اللي تدخلت، عيط لي فتاح قال لي شوف عيط على هذوك الناس اللي باقي كيستافد شي حاجه انا نعطيها ليه، ولكن تدخلت هما مساكن الله يحسن العوان، قال لك مع المعيور وداك الشيء ما بغاوش، قال لك ما بقيناش باغيين نتفاهموا معاه، هو غنتفاهموا عن طريق المحامي، غنتفاهموا عن طريق المحكمه، قال لك صافي. دابا شحال تنازل يعني الاوفيسيال؟ عنده اربعه، انا التنازل ديالي رضيت تعطى السيمانه اللي فاتت، والتنازل ديال الناس الاربعه الاخرين راه تعطى دابا، دخلوا كاملين كلشي تنازل، خذوا المستحقات ديالهم وتنازل. يقدر يخرج دابا صراحه، يقدر ان شاء الله يخرج دابا. شكرا لك، شكرا، مرحبا.